السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نحاول نشوفو تمرين مأخوذ من امتحان جهوي، دونك دروس معادلة مستقيم متجهات وكذا الإزاحة. دونك التمرين ديالنا تيقول في المستوى المنسوب لمعلم متعامد منظم نعتبر النقط التالية، دونك A و B و المستقيم دلتا. دونك السؤال رقم واحد هو هل صحيح أن النقطة أ تنتمي لدلتا، يعني واش أ كتنتمي لمستقيم دلتا. دونك الجواب هو ملي كتكون أ كتنتمي لدلتا، دونك إحداثيات ديالها اللي هما جوج جوج كيحقوا هاد المعادلة. شنو المعنى ديالها كيحقوا المعادلة؟ يعني إلا شديت إكس وعوضتو بالأفصول جوج، ملي غنحسب خاص غادي نلقى إيكغيك، غنلقى ملي غنحسب هنا غنلقى هادشي كامل كيساوي جوج، اللي هو الأرتوب ديال أ. إذا لقيتو كيساوي كنقول أن أ كتحقق المعادلة، إحداثيات أ كيحقق المعادلة، يعني أ كتنتمي للمستقيم. إذا لقيت إيكغيك ما كيساويش جوج، يعني أن أ إحداثيات أ ما كيحققوش المعادلة، وبالتالي أ لا تنتمي إلى المستقيم دلتا. دونك بالنسبة لهذا النوع ديال التمارين ديال المعلم ولا ديال معادلة مستقيم ولا ديال المتجهات، أول حاجة كتبداو بها هي تحطو المعطيات ديالكم، لأن يعني المعطيات كنحتاجو ليهم في الحساب خصوصا في التطبيق العددي. دونك سؤال واحد قلنا واش أ كتنتمي لدلتا ولا لا، دونك كنعوضو إكس بإكس أ، يعني الأفصول ديال أ اللي هو جوج، دونك واحد على جوج في جوج زائد ثلاثة، وخصنا نلقاو كيساوي الارتوب ديال ا. الا ما كانش كيساوي الارتوب ديال ا، يعني ان ا ما كتنتميش لدلتا. دونك هنايا ملي حسبنا دونك جوج جوج، دونك ناقص واحد زائد ثلاثة كتساوي جوج، وجوج هو الارتوب ديال ا، وبالتالي احداثية ا تحقق المعادلة، وبالتالي النقطة ا تنتمي الى المستقيم دلتا. السؤال الثاني حدد زوج إحداثيتي المتجهة AB والمسافة AB. دونك بالنسبة للمتجهة AB العلاقة كنعرفوها، دونك عندنا متجهة AB، دونك متجهة AB العلاقة اللي كنخدمو بها، دونك راه كاينة في الدرس. دونك أي متجهة ملي كنبغيو نحسبو الإحداثية ديالها كنديرو الأفصول ديال الطرف اللي هو B ناقص الأفصول ديال الأصل اللي هو A، فاصلة أوف أرتوب ديال الطرف اللي هو بي ناقص الأرتوب ديال الطرف اللي هو ديال الأصل اللي هو ا. دونك هادي هي العلاقة، وكنديرو تطبيق عددي باش كنحسبو. دونك عندنا إحداثية المتجهة، دونك إكس بي ناقص إكس أ، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ بالنسبة للأراتيب، وكنعوضو إكس بي الأفصول ديال بي هو ناقص واحد، كنعوضو هنا ناقص أرتوب ديال الأفصول ديال بي هو جوج، ديال أ هو جوج. نفس الشيء بالنسبة للأراتيب، إيكغيك بي هو ثلاثة، هو ناقص إيكغيك أ اللي هو جوج، وكنحسبو دونك إحداثية المتجهة أ بي هي هما على التوالي ناقص ثلاثة واحد. بالنسبة للمسافة نفس الشيء، دونك العلاقة ديال المسافة راه كاينة في الدرس. المسافة أ بي هي جذر ديال إكس بي ناقص إكس أ، بطبيعة الحال هنايا عندنا الكل استثنان، زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ الكل استثنان، بطبيعة الحال هادشي كامل وصل الجذر. إكس بي ناقص إكس أ كنظن حسبناها في التمرين في السؤال ديال المتجهة، دونك هما ناقص ثلاثة، دونك هنا عندي ناقص ثلاثة وستنان، زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ لقيناهم واحد، وبالتالي ناقص ثلاثة وستنان دونك هي ناقص ثلاثة وستنان دونك هي تسعود، تسعود زائد واحد هي عشرة، دونك مسافة أ بي كتساوي عشرة. دونك الى حسبنا المتجهه اوتوماتيكمون الافصول ديال المتجه او سي 2 زائد الارتو ديال المتجه او سي 2 والجذر عليهم بطبيعه الحال، دونك هما هو المسافه، وبالتالي المسافه ا بي هي 10. دونك درت جذر 3 او سي 2، جذر 3 او سي 2 هي اكس بي ناقص اكس ا، هذه اكس بي ناقص اكس ا،
وهذه غير بينا حتى غير ديجا حسبناها ما عاودناش كتبنا الديتاي ديال السؤال. السؤال الموالي هو انشئ النقط A و B والمستقيم ديالها. دونك النقط A و B عندنا الاحداثيات ديالهم. الا بغينا نديروا الانشاء ديال المستقيم دلتا خصونا نقط. دونك نحطوا المعادله ديال المستقيم دلتا وكنحاولوا ناخذ قيم ديال اكس ونشوفوا القيم الموافقه لها ونحسبوا نلقاو ايغريك. دونك مثلا عطينا الاكس الى عطينا الاكس 0 وعوضنا في المعادله دونك اكس درنا 0 هنايا دونك 0 في واحد على ناقص واحد على 0 دونك كتبقى لي ايغريك كتساوي 3. يعني النقطه الاولى الافصول ديالها 0 الارتوب ديالها 3 ونسميوها مثلا ام. نفس الشيء الى عوضنا اكس ب 2 في المعادله ديال المستقيم دونك غادي نحسبوا غنلقاو ايغريك كتساوي 2. دونك هاد النقطه هي النقطه ا. دونك النقطتين كافيين هاد جوج نقاط كافيين باش نرسموا المستقيم ديالنا دلتا. دونك ملي كنبغوا نرسموا المستقيم دلتا نحتاج فقط لنقطتين باش نرسموه في المعلم. دونك ندوزو للانشاء. دونك نبداو بالنقطه الاولى اللي هي بي دونك ناقص واحد 3 دونك ناقص واحد هي هادي دونك الاوفصول ناقص واحد الارتوب 3 دونك بي غتكون هنا دونك بي هي هادي بي. نفس الشيء النقطه المواليه دونك ام 0 3 دونك عندي اوفصول 0 ارتوب 3 دونك ام غتكون هنا دونك هذه النقطه ام. بالنسبه للنقطه ا احداثيات ديالها جوج في الاوفصول وجوج في الارتوب دونك غتكون هنا دونك ام ا هنا. دونك درنا جوج نقاط يمكن لينا نوصلوا بيناتهم ونعطيو المستقيم اللي هو المستقيم دلتا. حاولوا ندوزو سؤال موالي. السؤال الموالي تيقول حدد المعادله المختصره للمستقيم دي. مستقيم دي هاد دي شنو المعلومات اللي عطاونا عليه؟ العمودي على دلتا دونك عمودي على دلتا دونك معلومه مهمه ومار من بي. دونك عمودي على دلتا حنا اش كنعرفوا الا كان مستقيمين متعامدين يعني دلتا دونك انا عندي دلتا عمودي على دي دونك دي عمودي على دلتا. اش كتعني هذه؟ كتعني ان الميل ديال دي في الميل ديال دلتا شحال كيساوي؟ كيساوي دونك كيساوي ناقص واحد. دونك من هذه كنستنتج الميل ديال دي شحال كيساوي ناقص واحد على الميل ديال بطبيعة الحال مستقيم دلتا. دونك ندوز دلتا جهة أخرى كنحسب. دونك هادشي لي غنشوفو هنايا بطبيعة الحال معادلة المستقيم دائما كنبداو كنحطو الشكل ديال المعادلة المختصرة وغادي نلقاو إم هو اللول كيفما قلنا المعطى ديال التعامد ولقاو بي لي هو الأرتو بين الأصل. دونك بالنسبة للميل نحدد الميل. دونك الميل لدينا دي عمودي على دلتا يعني أن إم ديال دي اللي كنقلبوا عليه في ام هذا ديال دلتا دونك الميل ديال دلتا هو هذا كيساوي ناقص واحد. دونك ندوز دلتا ناقص واحد على الجهه الاخرى دونك نقسم عليها بحال هنايا يدوزت واحد على جوج جهه اخرى قسمت عليها يعني شنو قسمت ضربت في المقلوب يعني ضربنا في المقلوب وبالتالي ام كتساوي اثنان. لقينا ام. دابا غادي نحدو ارتوب عند الاصل. ديما ملي كنبغيو نحدو الارتوب عند الاصل كنحتاجو لشي نقطة كيمر من هاد دي. دونك النقطة راه عطاوها لينا هنا هي بي. دونك بي إحداثيات ديالها ناقص واحد 3 إذا بي كتنتمي لدي ولا كانت كتنتمي لدي يعني الإحداثيات ديالها كيحقو هاد المعادلة ديال المستقيم يعني إيكغيك بي كيساوي إم بي زائد بي. بالنسبة ل إيكغيك بي شحال كيساوي؟ أرتوب ديال بي هو 3 هو الميل او حسبناه هو جوج او عوضناه اوفس اكس بي شحال هو ناقص واحد دونك درت قوس ودرت ناقص واحد زائد بي. دونك بقى لي المجهول هو بي. غادي نحسب دونك 3 كتساوي ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج غندوز جوج للطرف الاخر تولاني 3 زائد جوج 3 زائد جوج دونك 3 زائد جوج تساوي بي يعني بي كتساوي بطبيعة الحال 5.
وبالتالي لقيت الميل ولقيت الأرتب عند الأصل. المعادلة ديال المستقيم دي هي جوج إكس زائد خمسة، إيكغيك كتساوي جوج إكس زائد خمسة، هي معادلة المستقيم دي. بالنسبة للسؤال الموالي هو نعتبر الإزاحة التي تحول الإزاحة تي لا ترانسلاسيون تي التي تحول او الى بي. ملي كنسمعو كتحول او الى بي كنقولو التي تحول او الى بي ولا ذات المتجهة، دونك المتجهة ديالها هي المتجهة او بي. دونك اي نقطة غادي نديرو الصورة ديالها بهذه الإزاحة غتكون المتجهة اللي مكونة منها من هاد النقطتين اللي درنا النقطة والصورة ديالها كيكونوا كيساويو هاد المتجهة ديال الإزاحة. حدد زوج إحداثيتي النقطة سي صورة أ، دونك عندنا سي صورة أ، يعني أن دونك شئنا بالإزاحة ذات المتجه أو بي سي صورة أ، يعني أن فيما تسمعوا بحال المعطى يعني هذا هو الأصل، دونك هذه هي النقطة وهذه هي الصورة ديالها هي سي، يعني المتجهة أ سي اللي مكونة من النقطة والصورة ديالها غيكونوا كيساويو متجهة ديال الإزاحة أو بي. حنا كنعرفو أن متجهتين إلا كانوا كيتساوو المعنى ديالها يعني الأفصول ديال المتجهتين، يعني شنو الأفصول ديال الأفصول ديال المتجه أ سي كيساوي الأفصول ديال المتجهة أو بي. أفصول ديال المتجه أ بي و إكس سي ناقص إكس أ، أفصول ديال المتجهة أو بي و إكس بي ناقص إكس أو، وهنايا إكغيك بي ناقص إكغيك أو بطبيعة الحال. دونك هنايا رجعنا للمعطيات نشوفوا شنو المجهول اللي عندنا هنا. دونك هنا اللي ما كنعرفوش هو الافصول، هذا ما كنعرفوش اكس سي، دونك هو اللي كنقلبوا عليه اكس سي. اكس ا كنعرفو، اكس بي كنعرفو، اكس او كنعرفو، الاحداثيات ديال المركز او دونك كنعرفوهم هما صفر صفر. الاحداثيات ديال النقط الاخرى كنعرفوهم كاملين، دونك في المعطيات راه عندنا. دونك غادي نحاولوا نشوفوا التتمه ديال التمرين ونحاولوا نصحوا التتمه في المعطيات اللي خدمنا عليهم. دونك كيف ما قلنا اكس سي ناقص اكس ا كتساوي اكس بي ناقص اكس او، يعني الافصول ديال المتجهه ا سي اللي هو هذا كيساوي الافصول ديال المتجهه او بي اللي هو هذا. نفس الشيء بالنسبه للارتوب، الارتوب ديال المتجهه ا سي كيساوي الارتوب ديال المتجهه او بي. دابا شنو عندنا هنا كنعوضو اكس سي ما كنعرفوش، اكس ا دونك هو 2، دونك عندنا ايغريك بي قلنا هو ناقص 1 و ايغريك او دونك هو 0. نفس الشيء هنايا بالنسبه ل دونك قلنا اكس سي دونك هو اللي ما كنعرفوش، اكس ا هو 2، اكس بي ناقص 1، اكس او هو صفر. نفس الشيء هنايا غادي نعاودو ايغريك سي ما كنعرفوش، ايغريك ا هو ناقص 2، ايغريك بي ناقص 3، و الارتوب ديال المركز هو صفر. وكتولي عندنا معادلتين بمجهولين، نقدروا نحدو في كل حاله. دونك انا غنحدد اكس تي، دوزت جوج جهه اخرى غادي يولي عندي اكس كتساوي 2 ناقص 1، و ايغريك سي الا دوزت جوج جهه اخرى تولي 3 زائد 2، وبالتالي اكس سي كتساوي 1 و ايغريك سي كتساوي 5. اذا احداثيات النقطة سي هما 1 5. دونك اللي مهم في هذا الشيء كامل بالنسبة لهذا السؤال هو كتعرف المتجهة ديال الإزاحة اللي هي او بي، وكتكون النقطة اللي كنقلب عليها دونك كتكون متجهة، كتكون النقطة اللي درت الصورة ديالها كتكون مع الصورة اللي الصورة ديالها بالمتجهة اللي هي سي، دونك كتكون كيكون واحد المتجهة مثلا ا سي كتساوي لنا متجهة بطبيعة الحال او بي. وهنايا كنديرو تطابق الافصولين ديال المتجهتين والارتوبين ديال المتجهتين، وكنجبدو المجهول ديالنا اللي هو احداثيتي النقطة سي. ندوزو للسؤال الاخير اللي هو انشئ صورة المستقيم دلتا. المستقيم دلتا هو هذا، عندنا المعادلة ديالو هي هذه. دونك باش ننشئو مستقيم دلتا خصنا صورة مستقيم دلتا اللي هو هذا، خصنا ننشئو صورتين نقطتين منه. دونك خديت النقطة أ اللي كنعرفوها إحداثية ديالها جوج جوج، والنقطة إن دونك هادي حسبتها، عوضنا هنايا إكس بربعة،
دونك الى عاوت اكس في 4 دونك ناقص 1 على 2 في 4 زائد 3 شحال غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي ناقص 2 زائد 3. اذا إيغريك غنلقاو كيساوي 1. دونك النقطة اللي ضفت هي النقطة N، وحدتين ديالها 4 1. دونك هاد النقطة هادي بطبيعة الحال، دونك النقطة N وحدتين ديالها قلنا 4 1، نحاولو وحدتين ديالها 4 1 غنحاولو نمثلوها. واحد دقيقة نمثلو غير دونك 4 4 1 دونك هنا 1 هي هادي. دونك تشوفوا التمثيل ديالهم، دونك 2 2 دونك اوفصول 2 وتشوف 2 دونك هي النقطة A هي هادي لهنا، الاوفصول 4 والاورتوب 1 دونك هي النقطة N هي هادي لهنا. دونك هذا هو المستقيم دلتا. دابا الازاحة اللي عندي هي التي تحول O، دونك او هو المركز، دونك او هي هادي وحدتين ديالها صفر صفر. دونك تحول او الى بي، دونك رسموها بهذا المتجه. دونك هادي المتجهة، دونك متجهة او بي، الاصل ديالها او والطرف ديالها هو بي، دونك او بي. دونك المتجهة او بي هي متجهة ديال الازاحة. غنحاول نرسم الصورة ديال النقطة ا. دونك شنو كنديرو؟ كنرسمو الموازي المستقيم او بي وكنحافظوا على نفس المنحى. دونك المنحى من او بي غيكون هو من ا للصوره ديالها، دونك الصوره غتكون في هذا الشيء في هذا المنحى، وكنحافظوا على نفس المسافه. دونك غتكون عندي الصوره ديال ا، دونك غادي ندير رسمو الموازي لاو بي وفي نفس المنحى يعني نحو الاعلى. دونك هنا غتكون عندي الصوره ديال ا يعني النقطه الاولى. نشوفوا الصوره ديال ان، نفس الشيء الموازي، دونك رسمو موازي مستقيم او بي في نفس المنحى بالحفاظ على نفس المنحى ونفس الاتجاه. دونك كنلقاو النقطه الثانيه اللي هي الصوره ديال ان، وبالتالي نقطتان كافيين باش نرسمو صوره المستقيم. دونك الصوره ديال المستقيم دلتا نسميوها مثلا دلتا بخيم. دونك كنشكركم على التتبع ديالكم، ونحاول نتلاقاو في امثله اخرى لتمارين ماخوذه من امتحانات جهويه. شكرا.